توظيف القرآن في غير الرقية، يعني مثلا ورد في عند السيوطي في الإتقان أنه تقرأ أواخر الكهف أو يقرأها من أراد أن يستيقظ في ساعة معينة، وقال هذا عبد رقية، بن أبي لبابة هذا جربناه رقية، فنفع. هذا رقية ما فيها إشكال، هذا من باب هذا رقية الرقية؟ نعم لتخفيف النوم، هي الرقية إما لشفاء مرض وإما لقضاء حاجة وإما كل لتيسير ذلك النوم، رقن. كل حتى عدد من الصحابة في إجراء المياه إجراء الأنهار كانوا يذكرون أذكارا معينة. والعلاء بن الحضرمي هذا كله سائغ. العلاء بن الحضرمي قطع الخليج بكلمات، ذكر الله هذه من الأذكار كتاب الله فخاض، أو من لا الذكر؟ ذكر إذن هذا من سبحان الله. المجربات، نعم يدخل في المجربات، إيه نعم، يسعني أن أفعل مثله أو إذا أحاول. لكن قد تنال هذه الكرامة وقد لا قد تنالها، تغرق. وليس ليس لست مثل العلاء بن الحضرمي. وأيضا مثله ما يتعلق بالرقية، فالفضيل بن عياض كان إذا جاء بالفرس غير منقاد أو بجمل صعب يقرأ في أذنه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يستسلم. يرجعون فيستسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في العصور المتأخرة بعد هذا بكثير كان إذا جاء بصاحب رعاف يقرأ عليه قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل توقف. بعد القوم الظالمين فيتوقف. عجيب. وكتبها بالزعفران في قدح فغسله لرجل قد استرسل عليه فنفعه الله الرعاف، به. نعم أنا وجدت فتوقف. أغرب من هذا، ابن الجوزي يروي عن ميمون الشاقولية المشهورة أنه كان لها جار مؤذن، فشرعت تقرأ من القرآن من كل سورة آية من الفاتحة إلى الناس، فما أتمت الختمة حتى أهلكه الله. إيه نعم هذا قالوا يقع، هذا ينفع في صرف هذا الأذى. يقع بالنسبة للظلمة، جرب أيضا بعض الآيات للظلمة ولصرفهم. والقرطبي رحمه الله ذكر قصة حصلت له هو في طرد فارسين من الروم من الإسبانيين له، فقرأ أول سورة فصلت حاميم السجدة إلى قول الله تعالى لا ينصرون، وقرأ أول سورة ياسين إلى قوله أولا سورة ياسين إلى قوله لا يبصرون، وسورة حاميم السجدة إلى لا ينصرون. فمر عليه وقال أين الرجل الذي كنا نطرده لم وهو يرى يسمع كلامهما ولم يرياه. وقد جربت أيضا في التخفي في المواقف. إذن الخلاصة أنه إذا ورد من ذلك شيء مجرد هذا شيء فلا بأس به، ليس من الذكر وإنما هو من باب الرقية. نعم. والرقية فيها فوائد من القرآن، والقرآن فيه فوائد معينة كالشفاء وإذا كان وقضاء الحوائج. وإذا كان من غير نحو القرآن ذلك إذا كان من غير الأدعية القرآن والأذكار. مثل الأحاديث النبوية أو الأدعية أو الأذكار التي هي مأذون فيها شرعا فهذا يدخل في نطاق الرقية. فالرقية لا يلزم أن تكون دائما باللفظ الواحد.